شاب اختفى لمدة 28 سنة وطلع جاره هو اللي خاطفه وحابسه بحفرة ضمن زريبة أغنام. هاي القصة أقرب للخيال، صارت ببلدة القديد غرب ولاية الجلفة الجزائرية بعد ما تم العثور على الشاب اللي اسمه بن عمران عميرة. اختفى سنة 96 وكان عمره وقتها 16 سنة. وقتها دوروا عنه أهله مطولاً، وبعد ما يأسوا أنه يلاقوه تم إعلان أنه مفقود أو انقتل بحكم الظروف الأمنية اللي كانت عم تعيشها الجزائر بهديك الفترة. المؤسف كمان أنه أمه ماتت حسرة عليه وطلع لاحقاً بعيد عنا بفارق كم متر بس. السؤال، كيف تم العثور على الشاب المختطف؟ وسائل إعلام جزائرية قالت أنه خلاف وقع بين صاحب البيت اللي هو الخاطف وأخته، ربما شي بيخص الورثة. هذا الشي خلى الأخت تكشف خبر احتجاز أخوها للشاب، وبعدها اقتحموا الأهالي والشرطة سرداب صغير تحت البيت اللي هو تماماً مقابل بيت عائلة المفقود، لحتى يتم تداول مقطع فيديو كان صادم للحظة العثور على الضحية بحفرة بتشبه القبر مغطاية بالتبن. كان الشاب بحالة صدمة وغير قادر على الكلام. الغريب كمان بالقصة إنه الشاب المختطف كان عم بيتابع كل شيء من وراء الشباك، كان أحياناً يحاول يطلع بس ما كان يقدر يتجاوز المساحة اللي محبوس فيها، كأنه مربوط، وحتى إذا حاول ينادي ما كان يقدر كونه الخاطف كان على الأرجح عامل له سحر بحسب صحيفة الخبر الجزائرية. أهل المختطف اعتبروا عودة ابنهم بعد أكثر من ربع قرن هو معجزة إلهية، والسلطات تعهدت بالتكفل الطبي والنفسي للضحية، بينما الشرطة ألقت القبض على الجار الخاطف اللي بيشتغل موظف وعمره 61 سنة بدون معرفة الأسباب اللي خلته يعمل هذا التصرف اللي ما في أي إنسانية. ولكن وسائل إعلام جزائرية رجحت أنه تكون دوافع الخاطف مرتبطة بالسحر والشعوذة،